مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم لقاءاتنا وحواراتنا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. يحكى أن دلوقتي مع لقاء مع الكاتبة المتميزة ضحى عاصي. أهلا بيك ومنورانا في يحكى أن. أهلا بيك. أهلا بيك. الحقيقة مشاركات مختلفة وإصدارات مختلفة مشاركة بيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لو حضرتك تكلمينا عنها. يعني طبعا المعرض هو بالنسبة لنا ككتاب ده أنا بعتبره العيد بتاعنا، واللي حتى ما بيبقاش عنده إصدار جديد بيبقى عنده إصداراته القديمة. أنا بشارك ككاتبة في المعرض بقالي أكتر من 22 سنة، سواء بإصدارات جديدة أو بندوات. الدورة دي عندي إصدار صباح 19 أغسطس، رواية صباح 19 أغسطس، وعندي رواية غيوم فرنسية ورواية 104 القاهرة، ده غير المجموعات القصصية فنجان قهوة وسعادة السوبر ماركت، طبعا بعدها قديم وبعدها حديث. حتى الآن ردود الأفعال شايفاها زي الإقبال على المعرض شايفاه إزاي؟ هو في الحقيقة المعرض السنة دي مزدحم، ودي حاجة جميلة، يعني بالرغم إنه الواحد كان شايف إنه يعني الجو برد شويتين، وكمان برد قوي وكمان توقعات إنه الأسعار الكتب بقت عالية، فكان في مخاوف يعني هل ممكن يبقى في إقبال ولا لأ. أكيد يعني المعرض زي ما أنا دايما بقول هو مناسبة اجتماعية ثقافية مصرية خالصة جدا، المصريين وبالذات الشباب الصغير طلبة الجامعة طلبة المدارس بيجوا المعرض، وفي تنوع يعني في الإصدارات وكل واحد بيختار حسب اهتماماته وحسب قدراته كمان، لأن في بعض الكتب غالية في الحقيقة يعني بيبقى مش أي حد يقدر يقتنيها يعني. طيب الحقيقة إنه كمان وإحنا بنتابع يمكن إصدارات حضرتك صباح 19 أغسطس و 104 القاهرة، يمكن إحنا اتكلمنا على 104 القاهرة قبل ما نسجل مع بعض، وحضرتك تحدثتي على إنه يمكن الرواية دي ليها مكانة خاصة عند حضرتك. 104 القاهرة هي يعني أول رواية ليا كانت، والحمد لله حققت يعني نجاح كبير جدا، وبتدرس في جامعات كتيرة في العالم حتى مش جامعات مصرية بس، من اللي بيدرسوا أدب عربي. يمكن كانت صعوبتها بالنسبة لي في الكتابة أنا بعتبرها من أصعب الروايات اللي أنا كتبتها، لأنها كانت بتتكلم عن الثقافة الشعبية وبتتكلم عن أبطال كلهم بينتموا للطبقة الوسطى الدنيا، فعمال ويعني الطبقات الكادحة جدا، فكان طبعا ده تحدي انك تقدر تعبر فعلا عن هذه الشخصيات وهذا المجتمع بعيدا عن النظرة فيها احيانا تعالي واحيانا عدم فهم كمان، لانه هم انا بسميهم ملح الارض، يعني ربما كتير منهم مش متعلمين لكن هم مفحمين بالموروث الشعبي، وهو اصلا هو الوعي المصري اللي بيتناقل شفاهه وبيتناقل عبر الحرفه وعبر المثل وعبر السلوك من جيل لجيل. حضرتك اشتريتي كتب من المعرض؟ طبعا، يعني هقول لك بصراحه 90% من الكتب الكتاب اصدقائي، ربنا يخليهم لي ادوهالي هدايا، وكل ما اجي اشتري كتاب يقولوا لي لا يعني ده مننا ليكي، فدي حاجه جميله جدا. في بعض الكتب انا كنت حريصه على ان انا برضو اقتنيها، وفي كتب كمان قديمه بتعاد طباعتها صحيح بشكل محترم جدا، يعني انا اهتميت ان انا اقتني المجموعه الكامله بتاعت صلاح عيسى لأنه هي يعني مهمة، وأعتقد كمان بعض لويس عوض، المجموعة بتاعت لويس عوض برغم أنها قديمة جدا وأنها ستينات، ويمكن أنا قريتها في طفولتي لكن كنت مهتمة كمان أن أنا أقتنيها. يعني احنا سعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا في يحكى أنا، ودايما من نجاح لنجاح. شكرا لحضرتك. مرسي. شكرا.